ازيكم حبايب قلب جيجي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا انتوا شايفين سرير عيانين، يعني انا في عياده. انا النهارده في عياده دكتور مجدي عبد الحميد. النهارده بقى في كلمتين تمام من مريضه عايزه تقولهم في حق دكتور مجدي، فانا ما اقدرش اتكلم. تعالوا بقى نشوف كده معانا مين. هتعرفنا على نفسها وهتقول كمان حق الله للدكتور مجدي. يلا بينا. معانا بقى مين؟ معاكو حنان. انا اسمي حنان احمد، مدام حنان. مدام حنان، وانا مع الدكتور مجدي بقالي تقريبا حوالي 13 سنه و 14 سنه ما شاء الله. بصراحه انا ما بعرفش اروح عند اي حد غير الدكتور مجدي بس، ربنا يديله الصحه والعافيه. بصراحه ده يعني من امهر واشطر جراحين التجميل والجروح والحروق والجراحه العامه والمناظير. وانا بقالي دلوقتي حوالي 13 سنه اللي عملت عنده مراره، عملت عنده فتق في الحجاب الحاجز، عملت عنده كان عندي مشكله في المعده ما كانش حد عارفها ابدا غيره هو. كانت عمليه ايه اللي كانت في المعده؟ كانت التصاقات في الفتق كذا مره، والتصاقات في المعده، ايوه، وفتق في الحجاب الحاجز. وطبعا انا ما بطمنش لاي حد او غيره بعد ربنا، ربنا يعني هو بعد الصحة. ربنا ربنا يديك الصحه والعافيه يا رب. فطبعا هو من اشطر الجراحين في مصر متهيألي، بس هو بصراحه هو اللي يستاهل ان هو يكون نمبر 1 على السوشيال ميديا وعلى الحاجات اللي بتتعمل في على الفيس. ربنا يديك الصحه هو والعافيه. ما بيحبش الكلام ده لان هو اصلا انسان قبل ما يكون دكتور. فعلا هو دكتور انسان فعلا، بالظبط كده والله. بامانه ربنا هو دكتور انسان جدا، بيراعي ظروف المرضى، بيراعي الحاله الماديه ليهم، لو حد محتاج حاجه، لو حد مش معاه حاجه. يعني انا جيت مثلا مره قال لي مثلا على العمليه تكلف كذا، فانا قلت له دكتور طب انا مش م... قال لي اللي انت معاكي طب تصدقي وتؤمني بايه؟ ان هو دفع لي حق المستشفى وانا ما كانش معايا فلوس ساعتها، هو اللي دفع لي، هو اللي حاسبني عليه وقال لي بعد كده بيهاتيهم وحاسبيني انا. ما شاء الله والله. انا عارفه، انا بقالي معاه 20 سنه، بس انا بقول ان انا شهادتي مجروحه معاه، انما انتوا عايزين تقولوا كلمه، فده انا بيطمن الناس اكتر. طبعا ده هو اكيد 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 اي حد لازم يثق فيه قبل اي حد، ان هو انسان قبل ما يكون دكتور، بيراعي الظروف بامانه ربنا، انا مش بجامله. ربنا يديك الصحه أنا بس والعافيه يا رب. بقول شهاده قدام ربنا. ربنا. طب انت بقى جايه بقى النهارده العياده ليه بقى ايه؟ انا كنت متردده وكنت تعبانه وجايه اعمل استئصال رحم، فطبعا انا قلت له انت يا دكتور مجدي اللي هتكون معايا، انا مش هطمن على طب حد. هو انت عندك مشكله في الرحم؟ عندي اوراق في الرحم وكده. فهو قال لي لازم تشيليه. هو طمني، انا كنت قلقانه جدا. فهو انا قلت له لازم انت تكون موجود معايا في العمليه، انا ما بطمنش لاي حد غيره. لا ان شاء الله على خير باذن الله، ويوم العمليه بقى انا هبقى معاكي يا رب. ادعي لي ان شاء الله باذن الله، وانت داخله كده وانت خارجه كده ان شاء الله باذن الله. وانا بشكرك جدا جدا على الكلمتين الحلوين اللي حضرتك قلتيهم دول. انا قايلاهم في حق راجل هو يستاهل اكتر من كده كمان على فكره. ربنا يبارك لك يا رب. لان هو دكتور دكتور، بصي مش قادره اقول لك، انا بحترمه وبحبه وبعزه وبطمن له يعني في كل حاجه. اي لو في اي حاجه انا باجي استشيره، حتى لو هو مش تخصص الحاجه دي. أيوة. انا باخد رايه قبل ما اروح لاي حد، وبيرد على الناس وبيتجاوب مع الناس. هو بس كل الحكايه ان هو بيبقى خجول شويه. انت عارفه اقول لك على حاجه، انا اخر مره عملت شبكه كانت في الشيخ زايد اللي في المنشيه، وهو من شده التعب اللي هو كان فيه كان تعبان. حتى بعد العمليه جات له ازمه قلبيه وركب دعامه، قعد يومين ثلاثه في المستشفى. بعد كده لسه بكلمه بيقول لي انت فين؟ طمنيني عليك، انت فين؟ عامله ايه؟ وهو تعبان، نسي تعبه وفاكر ان انا تعبان. ايوه فعلا فعلا هو كده انت فعلا. فين؟ انت طمنيني. قلت له طمني عليك انت يا دكتور بس. قال لي انت طمني على نفسك، انت عامله ايه؟ قلت له الحمد لله، انا بطمن عليك يا دكتور مش على نفسي. دكتور انسان يا جماعه، والله والله العظيم دكتور هو انسان. يستاهل اكتر من اللي هو فيه. ربنا يبارك لك والله ويديك الصحه والعافيه يا رب، وما نتحرمش من ذوقك ومن كلامك الحلو ده والله. انا قايله كل حاجه بصراحه. ايوه عارفه ليه؟ عشان لما يجي حد على الثقه دي يدعي لنا. كل الناس بتدعي له على فكره. والله ويدعي لنا تمام، ما يقولش يقول ايه ربنا يبارك لكم ان انتوا عطرتوني في دكتور زي ده. طبعا.
صح. الواحد بيقول امانه حق الله، انا بقول انا شهادتي مجروحه، انما انا اعرفك انت تعرفيني والله العظيم. قالت لي احنا لسه ما دخلناش على فكره اللي عند الدكتور، احنا بره تمام، وانا بتكلم لقيتها بتقول كذا كذا، فقلت لها طب تسجلي معايا كلمتين، قالت لي يلا مش دكتور مجدي يلا. اي حاجه للدكتور مجدي، ربنا يبارك لك يا رب. انا بقول حاجه صح فيه، مش بجامل. لا والله هو فعلا الدكتور مجدي ده انسان من الدرجه الاولى، هو ده اللي المفروض يتقال عليه نمبر 1. ربنا يديك الصحه والعافيه في اخلاقه وفي ادبه وفي تواضعه وفي الرحمه اللي بيعملها مع الناس، وبيراعي ظروف الناس في كل حاجه. ربنا يخليك يا رب، ان شاء الله يوم العمليه مع بعض يا رب ان شاء الله باذن الله. ميرسي لذوقك، شكرا. ندخل بقى للدكتور مجدي. السلام عليكم. وعليكم السلام. بفاجئك دايما، انا جايه مع مدام حنان لقيتها بره بتشكر فيك، عماله تقول شعر. ازيك يا دكتور؟ الحمد لله. عامل ايه؟ انت عامله ايه؟ والله الحمد لله في نعمه الحمد لله. انت لسه الدور عليكي بقى. لا انا هركن على جنب انا دلوقتي. بص انا لقيت مدام حنان بره، قلت لها وانتي داخله عشان هي دورها قبليه، فقلت لها وانتي داخله انا هدخل معاكي اسلم على دكتور مجدي وكمان نطمن عليكي. عايزه اقول لك يا دكتور بتشكر في حضرتك كلام بجد والله العظيم، ده من غير مجامله طبعا. ربنا يبارك لك، ربنا يديك الصحه والعافيه يا رب. طمنا بقى على مدام حنان الاول. احنا اخبارنا ايه الاول دلوقتي؟ الحمد لله يا دكتور تمام. يعني انت عملتي مع دكتور مجدي عمليات كل دي؟ اه كتير والله. هو اصلا دكتور العيله بتاعنا. ايه ده ايه ده، انت بتفاجئيني تاني. انا بحب المفاجآت. يعني من اول بنتي كانت عامله الزايده عنده، كانت الزايده تنفجر ومحدش عارف الا هو الدكتور مجدي. ولحد حفيدي جبته طاهر هنا برضه دكتور مجدي. والله يا دكتور مجدي كمان طهاره. يا دكتور مجدي وتجميل ومناظير. السمنه دي كان قبل فرحها باين. دي ابويا كانت لسه بنت يا دكتور. وكان قال لي قلت لي حضرتك احتمال الشيب مبيض، والحمد لله ما شالوش. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. ما شاء الله ومين تاني؟ واي حد من عيالها بيجرى له حاجه بجيبه برضه. اي حد من عيلتنا. اختي برضه عملت. جوزي عمل عنده افتاء برضه، كان خايف. يعني تنسي جوزك يعني؟ كان خايف جدا من البنت النصفي، والحمد لله ما شاء الله يعني الله اكبر عملها ومشي بقى زي الفل الحمد لله. وعمليات البواسير كمان ده الدكتور مجدي بيعملها بسم الله ما شاء الله، ما بترجعش تاني ابدا بالليزر. بالليزر. دكتور مجدي اشطر واحد في مصر على فكره في الجراحه. ايوه طبعا، بس عشان هو ما بيحبش الشهره. ايوه تلك. هي اللي هتجري وراه. الناجح ما بيمشي ما بيجريش ورا الشهره على فكره. صح اللي صح بيجري ورا الشهره ولا هم فاشلين. ايوه صح. طمنا بقى على مدام حنانه، يعني عندها ايه والدنيا فيها ايه وهتعمل ايه والدنيا دي بقى. هو كان عندها من زمان يعني من فتره، بس يعني اللي هو المفروض ان انا ما اتكلمش في حاجه زي كده. كان في عندها شويه مشاكل وشلنا المراره وكان عندها فتق وصلحنا الفتق بعد كده، بس هو في عندها شويه التصاقات موجوده جوه من كتر العمليات اللي اتعملت. هو حاليا دلوقتي موضوع الرحم والورم الليفي اللي هو اللي موجود على الرحم. طبعا انواع الاورام الليفيه دي يا اما بره الرحم كده، يا اما في جدار الرحم، يا اما بتبقى في داخل التجويف بتاع الرحم. فانت عندك في الجدار ومن بره بيبقى ضاغط على الحاجات اللي هي اللي حواليه، على القولون، على المثانه. ده غير ان هو بيعمل مشاكل في موضوع النزيف. ف احنا هنعمل زي استكشاف سفلي لو قدرنا ان احنا نشيل التليف بس. اوكي ماشي. ما قدرناش ولقينا فيه التصاقات والكلام ده كله يبقى هنشيل الرحم كله. علشان برضو المضاعفات بتاعته بعد كده. المضاعفات بتبقى فيه نزيف بتفضل يرمي على طول والكلام ده كله. فاحنا ما بنحبش ان احنا يبقى فيه
مشاكل بعد كده عشان نعرف ما نعرفوش تاني العمليات تاني يعني كده. وممكن تسألي الأستاذة اللي قدامك. ربنا يبارك لك يا دكتور مجدي والله. ما سكش الا في حضرتك يعني. يعني هي تحليلها تمام؟ تحليل كويسة؟ تمام. هنتوكل على الله؟ ان شاء الله هنحجز لك ميعاد قريب في اقرب وقت ان شاء الله. هنقول لك نعمل ايه. ممكن نصورك في العمليات بعد اذنك؟ ان شاء الله. اي حاجة للدكتور مجدي مش هقول لك لا. حبيبتي. اي حاجة. ربنا يبارك لك يا دكتور والله. الله يخليك. ماشي.